بشكر ميسس هان واخواتنا متحدي الاعاقه في لندن. ونبدا الحكايه ان احنا لما فتح الدكتور كمال الجنزوري بعد ما مسك منصب رئيس الوزاره كان من اولى اولوياته فتح باب التعيينات لذوي الاحتياجات الخاصه. فبدا تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصه من يوم 5 يناير 2012 وانتهت في شهر 5 2012. لما عرف جمهورية مصر العربية فيها قد إيه استصدر سيادة القرار تحت قيادة المجلس العسكري بالقرار رقم وفقا للقانون رقم 19 ل 2012 لتثبيت الأمالة المؤقتة من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية على أن يتم تثبيتهم بداية من 1/7/2012 لحد أدنى 700 جنيه للفرد. الفرد معاق، القرار ده ناس خاص تساوي الاحتياجات الخاصه. فجأة لما ربنا ابتلى مصر بالنظام الجديد اللي بينزل لتحت باسم النهضة اختفت القرارات دي وتغير الدكتور كمال الجنزوري وأصبح المعاقين في مصر مش عارفين هم موظفين ولا عاطلين من الآخر. بل بالعكس بقى كان في النظام السابق كان بيتم تهميشهم، مش عاوزين نقول كمان تحقيرهم، لكن في النظام الجديد اضاف الى التهميش والتحقير بالمحاربه كمان. محاربه في كل شيء بدايه من اكل العيش وانتهاء بالضرب والسحب على قارعه الطريق بقوات الامن وتشكيلات الامن المركزي، مش اللي هي البيج وبس، لا ده كانوا كمان اللي هم اللي لابسين دروع. يعني لو كان طلع بتشكيل من دول وجاب لنا السبع بنود يمكن كان جاب لنا اللي خطفوه. المهم بدات القصه عندما فوجئنا احنا معاقين الشرقيه الموظفين بقى لنا اكثر من سنه ونص، المفروض بقى لنا اكثر من يكون بقى لنا سنه وشويه متثبتين. ابن ناس غريبه هتيجي تمسك اليوم 1/7 جاي، احنا اولى، احنا بقى لنا اكتر من سنه اللي عارفين ان احنا موظفين زي ما قلت او عاطلين. بدات القصه لما رحنا بقى للمحافظ، طبعا هو ما بيقابلش حد مننا، كان صدر اسمه محمد عز الدلوي بيقولوا عليه مهندس، مع ان انا على حسب معلوماتي عشان انا اكتر واحد في الشرقيه ومزاجي وعارفين هناك، على حسب علمي ان هو ايه دبلوم صنايعي. ما علينا. فضلت الاخ دوت لما رحنا يوم 20/5/2013 نلتقي بيهم، اول حاجه عملوها اغلقوا بوابه المحافظه في الشارع، ده رقم واحد. اعترضنا وقعدنا نزعق ونهلل ونهتف لا حياة للمنتجات. فصراحه خرجنا وولعنا طريق الكوتشات وانا اللي مولعه بنفسي خارج ديوان المحافظه عشان ما حدش يقول ان احنا ما ولعناش، لا انا اللي مولع بنفسي وبره المحافظه. كان نوع من انواع الاحتلال فجابوا المطافي ولما طفوهم خليت مع الظابط قلت له بدل التوفيق دي قبل ما تطفي دي النادله اللي فوق، قال لي هو ده اللي عامله. قلت له ماشي، بدل توفيق الحريقه دي تعالى نطفي الحريقه التانيه. قال لي ايه فين؟ قطعنا الطريق وسيبنا حاره واحده، بمعنى اصح مش قطع كامل، سيبنا حاره واحده للعربيات تعدي منه كنوع من انواع الاحتجاج. هنا نزل لنا نائب مدير الامن في زهزيل كان اسمه مجدي المهيبي، وقعد طيب خدرنا شويه، وهو الراجل امر انه هيعمل لجنه وشكل الكلام اللي هو ايه بيضحكوا بيه على خلق الله ده. طيب وادي تليفوني وتواصلوا معايا وهتيجوا يوم الحج تلاقوا المشكلة محلولة تماما. نتصل باللواء مجدي المليجي يوم الثلاث، يوم الاربع، خميس، جمعة، السبت، لا حياة لمن تنادي. أول ما جينا اتفقنا عن طريق التليفونات إن إحنا هنروح بقى الحج. فأول ما شافونا ده هو كان يوم 26، أول ما شافونا قفلوا البوابات واتقالت كده أهو بالنص لعيال المعوقين جم شوفوا في البوابه قبل وشوف حد ماشي. وانتهى
طبعا حاولنا نكرر نفس النظام المره اللي فاتت، حاولنا نقطع الطريق بس انهضنا، وللاسف في اليوم دوت جابوا لنا مجموعه شباب من حزب الحريه والعداله ضربوا بعض المعاقين من ضمنهم الزميل احمد الدر، يمكن حضرتك تسمعوا عنه من ذوي الاحتياجات الخاصه ومسؤول في حزب مصر القويه. والكلام ده انا قلته كذا مره. المهم لما برضه في ناحيه الامتنادي جينا نولع فرقتين اطار برضه خارج المحافظه بنفس الطريقه الاولى، وعملنا عليها درع بشري مننا كنوع من انواع الاحتجاج. فوجئنا بثلاث تشكيلات امن مركزي جايين علينا ضرب وسحب، كانت النتيجه الاشتباكات دي خمسه راحوا مستشفى، كان من ضمنهم اثنين في حالات خطيره، وبعتنا لاهاليهم تاخدهم عشان جالنا معلومات ان الامن عايز يروح لهم ايه عشان يتفاوض معاهم زي ما حصل مع حمادي صابر اللي سحلوه عند الاتحاد. وكان برضه نتيجه الاشتباكات سحب ثمانيه من المعاقين على الارض. قررنا من يوميها الاعتصام يوم الاحد، اللي هو اللي امر بضرب المتظاهرين كان اسمه محمد العزب الحكمدار الشرقية بأمر مباشر من مدير الأمن، اللي على حسب معلوماتي إن الأمر كان مباشر إن محمد عزب بدوي اللي هو فاكر نفسه مسيطر على كل حاجة في محافظة الشرقية. اتصلنا أول يوم، وبرضه بالليل جالنا ناس غريبة بيقولوا لنا إحنا تبعكم من المجلس القومي لذوي الإعاقة. احنا لما رفعنا احنا الفيديوهات الدنيا بدات تتحرك، بدا يفتكروا ان في معوقين في الشرقيه. بعد ذلك لما قلنا جم بس يطبطبوا شويه وايه مش عايزين مشاكل وعايزين الامور تهدى وهتاخدوا حقكم، وجالي ناس من حزب الحريه والعداله وطلباتها كتير. قلت لهم طلباتي طلبات الناس كلها، ما كان لنا طلب واحد دلوقتي بقى طلبين. الطلب الاولاني كان التسجيل، الطلب بقوا طلبين، ان الطلب الثاني حق زميلنا زمايلنا اللي انضرب، لان دي حاجه ضد الانسانيه وضد الاخلاق عموما يعني. فطبعا لا حياه لمن تنادي، هم بتوع كلام. اتصلنا اول يوم، في اليوم دوت قابلنا محمد عز البدوي وبيقول لنا انتوا كان بعد ما حصل الضرب كده اول حاجه بيقول لي انتوا غير قانونيين اصلا. فقلت له لما تيجي تتكلم تفهم انت بتتكلم مع مين. قال لي ازاي؟ قلت له انا راجل محامي، قلت له الدوله دي ما تتهمنيش ان انا غلطان، الدوله دي ما بتديش اي موظف في الدنيا راتب الا بعد ما يكون استوفى مسوغات التعيين الاصليه المستخرجه من الجهات الحكوميه. يعني لو انت خريج جامعه معاك شهاده الجامعه الاصليه من ضمن مسوغات التعيين شهاده الجامعه تعب العمل من جهه حكوميه، شهاده التعيين لذوي الاعاقه من جهه حكوميه، شهادة التأهيل من المنطقة عسكرية حكومية، فما يجيش هو اللي لسه يا دوبك بس ما بقالوش فترة ويقول لي انتوا غير قانونيين، وهو اللي عامل مسابقة غير قانونية عشان يجيب فيها الأهل والعشيرة. هو نظام عريب والناس والعيب ماليين. المهم فاستمر الاعتصام بتاعنا، قررنا ان احنا ننتصر، العدد بيزيد وبيقل مش مشكلة، بس المهم ان احنا نكون صامدين. فجيت انا تاني يوم او تالت يوم بالظبط بعد ما حاول يفرق مجموعه مننا ويقلب ده على ده ويدعي ان بعضهم عاوز يعمل زعيم على حساب الاخر وبعضهم عاوز يبيع الاخرين، بس برضه خلاصه الناس اللي انضربت وانسحلت هم اللي ايه متصلين معانا الحمد لله. فجيت في الصبح وهو رايح داخل شغله فبيقول لي عامل ايه يا حبيبي؟ قلت له انا كويس، بس انت ايه اللي بتعمله لما بتفرق للناس كده؟ قال لي والله انا ماشي قانوني وانت من غير قانونيين. قلت له لا، انا قلت لك برضه ما تقعدش تقول انا مش انتوا اللي غير قانونيين. المسابقه اللي انت عملتها دي غير قانونيه. قال لي طب انا بعمل لك مسابقه ثانيه يبقى قد فيها. قلت له انت ما بتقدمش، ما انت اصلا ما بتعيدش الا الحريه والعداله. قال لي لو طلعت كرير كذب وبصدقك. قلت له انا مش هغير ديني واخش دين الاخوان. قال لي بس انت كده جبت من الاخر. قلت له جبت من الاخر، ما انتوا اللي انضم ليكم لا خلاص. وقال كلمه ثانيه كده مش فاكرها، قلت له عموما
روح قول بقى ان انا عليا اشتراكي ولا شيوعي، بس انا مش هغير فيه، بدخل تاني الابواب. وانتهى لقاء انا وهو على ذلك، وانا اللي ايه بدات انشر كلمه دي لان انا اللي هكون اخواني من الارض. المهم الوضع بتاعنا ان احنا كل شويه بنبعد ونتكلم، وهو لا حياه لما تنادي، هو عاوز يفض الاعتصام باي شكل من الاشكال، بس احنا في اعتصامنا صمدون، حقنا امانات، لان مش حقنا احنا بس مجموعه اللي اضربت عن الطعام، لا ده حق 4400 معوق في الشرقيه. رايح يجيب لي عامل لي مسابقه 1950 ونصمم على تعيينهم، وفوجئنا ان فيهم 1500 معاهم شهادات ذوي احتياجات خاصه، واحنا شفنا ناس بعض المعتصمين فوق ناس علينا بيقولوا لنا احنا معاكم. معانا ازاي؟ معاكم في ال 5% واسمنا نزل في المسابقه. يعني هيجيب لي ناس من بيتها تستلم شغلها في يوم 7 وانا بيتهمني انا غير قانوني. يوم 1/7 يا جماعه. وانا بيتهمني انا غير قانوني. افوجئ ان في بعض الناس وشفناهم والله كنا قعدوا معانا سلام ربنا يديهم الصحه وكل شيء، ولكن بيقولوا هم موظفين هيتعينوا في نسبه 5%. فواحد سليم بيضرب الشهاده ويقول ان هو في نسبه 5%، عشان كده انا لما جالي واحد برضه من القرية والعداد واتكلم معايا في النقطه دي قلت له هات فتوعك وهات فتوعي ال 4400 وهات ال 1500 اللي انت عاوزك مصمم انك انت تعينهم يوم 1/7 ونعمل لجنه تقص حقائق تحت اشراف قضائي وكمسيون طب عام ونكشف عليهم، المعوض يرجع يستلم شغله وبتثبيته، والسليم اللي ضرب شهاده يطلع على السجن. وما زالت المفاوضات مستمره، بس احنا الحمد لله صامدون، لان هم صحيح يمكن قالوها قبل كده بالدون تحليل، بس احنا عندنا صبر وعزيمه، ودي اهم من اي جلد، يعني اكثر من اي جلد. شكرا.